قال ابن مسعودي: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه وليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ألا طيب، عبد الله بن مسعود هو أحد فقهاء الصحابة، أحد فقهاء الصحابة، والصحابة كلهم علماء وفقهاء بالنسبة لمن بعدهم، ولكن يتفاوتون في العلم والفقه، ليس كما قال الحلبي في الرسالة المفتوحة التي أرسلها هو والصادق المهدي وود الفاتح غريب الله والياقوتي والكبيسي وغيرهم من أهل البدع، أرسلوا رسالة قال إلى أبو بكر البغدادي زعيم داعش، ذكروا في هذه الرسالة التي اسموها برسالة مفتوحة قولا خبيثا، قالوا إن غالب الصحابة لم يكونوا علماء ولم يكونوا فقهاء، هكذا موجود، قالوا إن غالب الصحابة لم يكونوا فقهاء ولم يكونوا علماء، ودي رسالة وقع عليها الحلبي القاعدين يجيبوا جماعة ديل ويتعصبون له. وفي هذه الرسالة من الضلالات والبدع بل من الكفريات ما الله به عليم. عبد الله بن مسعود هو أحد علماء وفقهاء الصحابة، وجاء من مناقبه ما جاء في صحيح الترغيب والترهيب صحاح الألباني هناك أنه رضي الله عنه صعد على الشجرة ليأخذ عودا للسواك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت الريح فأخذت بشيء من ثيابه فبدت ساقاه، فتعجب الصحابة وضحكوا تعجبا لا سخرية، ضحكوا تعجبا منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. فمن فقهه وعلمه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الوصية قال الشيخ العثيمين: هي العهد إلى الشخص بأمر مهم، فالوصية هي العهد، ولكن لا يكون العهد وصية إلا إذا كان بأمر مهم، لا يكون العهد وصية إلا إذا كان بأمر شنو يا جماعة مهم. ولذلك قال الشيخ العثيمين في شرحه للأربعين النووية قال: الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر مهم، دي الوصية. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. هل النبي عليه الصلاة والسلام كتب وصية هكذا؟ ما كتب وصية، بدليل ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هاتوا لأكتب لكم وصية، فأعك النبي عليه الصلاة والسلام وأغمي عليه وهو كان في مرض الموت، فقال بعضهم: حسبكم كتاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعه. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام هي كتاب الله كما قال السلف الصالح، ولكن خلاصة هذا الإسلام، خلاصة هذا الدين كما قال ابن مسعود في هذه الثلاثة، في هذه الثلاث آيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات. خلاصة الدين وخلاصة الإسلام في الآيات الثلاثة دي. قال: التي عليها خاتمه. قال بعض الشراح: الخاتم هو التوقيع. وقال بعض الشراح: المقصود بقول ابن مسعود التي عليها خاتمه يعني كأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لو كتب شيئا وأوصى به لأوصى بهذه الثلاث آيات، وكأنه ختم عليها. وخلاصة القول أن هذه الثلاثة آيات هي جملة دين الإسلام، وهذا معنى قول عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. فطالما أنها جملة وخلاصة دين الإسلام هذه الثلاث آيات، فهي تبدأ بالنهي عن الشرك، صح ولا ما صح؟ صح، تبدأ بالنهي عن شنو يا جماعة؟ الشرك، وتختتم ببيان صراط الله المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما، وبالتحذير من الفرق والجماعات المبتدعة والضالة. ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق، يعني الضالة المنحرفة، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأول شيء وأهم شيء في دين الإسلام التحذير من الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ده أهم شيء في الدين. يبقى أهم شيء أنت لو مشيت أي جامع، أي مسجد، أي جامعة، أي حلقة، أي خطبة درس، أول حاجة تبدأ بها تحذر الناس ديل من الشرك بالله. تقول لهم ما تشركوا، أوعكم تشركوا، وتوريهم الشرك ذاته هو شنو أنواعه وتفاصيله. وزي ما قالوا العلماء: لا يكفي في الدعوة إلى التوحيد الإجمال، وإنما لابد من التفصيل، ولابد تحذيرهم من الفرق المبتدعة الضالة، لأنه بسبب الناس وقعوا في الشرك، وبسبب وقعوا في شنو يا جماعة؟ البدعة. طيب، ثم قال المصنف حديث معاذ بن جبل: قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل رضي الله عنه هو أيضا أحد علماء وفقهاء الصحابة، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي ابن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم الأمة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأعلم زول بالتفسير منه تأويل القرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس، لأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في نقاش كان بين أحد إخواننا مع أحد الحزبيين، ده قال له: محمد الأمين إسماعيل أعلم من عبد الله بن عباس بتفسير القرآن، هنا بالكلاكلة. فأخونا ذا جزاه الله خير على غيرته، وإن كنا لا نوافق على استعمال اليد في كل حالة، قشط كف يدعو في الزلط خلاه فرفر وفات، فجزاه الله خيرا على الأولى. طيب، فالحزبية تعمي وتصم. زول يقول واحد سوداني أعلم من عبد الله بن عباس بالتفسير، بل واحد مبتدع يكون أعلم من عبد الله بن عباس بالتفسير، كيف؟ ودي العصبية والحزبية التي نهى عنها الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ده ذاته: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء في الحديث أن معاذ بن جبل يسبق العلماء برتوة، والرتوة اختلف فيها العلماء، وأقرب الأقوال هي الميل من الأرض أو رمية السهم
أو المسافة من الأرض. فيأتي معاذ بن جبل يوم القيامة وهو يسبق علماء أمة النبي عليه الصلاة والسلام برتوة مسافة أو ميل من الأرض أو رمي السهم، المهم يجي أمام العلماء رضي الله تعالى عنه وارضاه. رغم ذلك أنه من يأتي أمام العلماء، لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، رغم أنه من أعلم الأمة، هو أعلم الأمة بالحلال والحرام ويتقدم العلماء برتوة يوم القيامة، رغم ذلك قال الله ورسوله أعلم. شوفوا التواضع ده كيف. الآن زول تلقى أجهل الأمة بالدين يسأله، تلقى قاعد جمسيت شاي خلاص وماسك سجارة في يده الشمال، أها يا مولانا. الناس يتناقشوا في الربا، يقول لا بفتكر إنه يعني الزيادة دي فيها مصلحة للناس وما فيها حاجة، بفتكر وما يفقه شيء أبدا في الإسلام، أبدا في الدين ما يفهم شيء. شوف تواضع الصحابة كيف قال، قلت الله ورسوله أعلم. قال معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. العلماء قالوا فيه فائدة، تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام من جهتين في هذه الجزئية يعني من الحديث. الجهة الأولى أنه ركب الحمار، ده تواضع. الجهة الثانية أنه ردف وراءه معاذ بن جبل. وقالوا فيه من الفوائد جواز الإرداف على الدابة بشرط، شيخ الفوزان خدت شرط، قال بشرط أن تطيق ذلك، يعني ما تقرأ الحديث ده ويكون عندك حمار ضعيف أنت ما قادر يشيلك، تمشي جيب لك نفرين من أخواننا مكان تركبهم، تقول ردف النبي معاذ بن جبل تقتل الحمار ساكت. ده قال بشرط أن يكون شنو يطيق ذلك. قال وبشرط أن لا يقف عليه، يكون واقفين بتونسوا، لأنه في حديث نهى عن يعني أنك تتونس فوق الدابة وهي واقفة، تكون راكب وذاك راكب وتتونسوا. شوف الإسلام كيف حرص حتى على حق الحيوان، مش حق الإنسان بس، حتى على حق الحيوانات. طيب قال على حمار، في رواية حمار اسمه عفير. قال صاحب فتح المجيد قلت أهداه له المقوقس حاكم مصر وكان كافرا، وفيه جواز قبول الهدية من الكفار إذا لم يترتب على ذلك مفسدة في الدين. فهذا الحمار اسمه عفير وفيه جواز تسمية الدواب، يعني لا لو عندك عربية ممكن تسميها، عندك حمار عندك حصان ممكن تسميه، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حمار اسمه عفير، وكان عنده ناكتين اسمهم شنو شنو بيعرفهم الاثنين، عنده مصحف أو كتاب هدية للاثنين مع بعض، لو جبت واحدة ما بنديك الجائزة لأنه ممكن نقطع الكتاب، لابد تجيب شنو الاثنين. كان عنده حمار اسمه مسمي عفير وعنده ناكتين، واحدة اسمها القصواء وتقدر تقولها كلكم، الثانية اسمها شنو؟ شنو؟ شهباء؟ لا أنا ما أبي شهباء. أيوة ها؟ العضباء. القصواء وشنو يا جماعة؟ والعضباء. طيب القصواء والعضباء، العلماء قالوا يجوز تسمي الدابة بتاعتك بإسم، ما في حرج في ذلك. فقال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قالوا فيه من الفوائد أفضلية التعليم بالسؤال، لأنه أوقع في نفس الطالب وأحفظ للمعلومة. أنت لما تسأل والناس ما يقدر يجاوبوا وكل زول يجتهد ويشغل عقله ويتعب ويجتهد، بعد ما يجتهدوا تمام تديهم الجواب، في الغالب شنو؟ ما بينسوا هذا الجواب، لأنه وفي هذا أفضلية التعليم بالسؤال. قال العلامة الفوزان وهو من أفضل أساليب تعلم العلم، كن بالسؤال وبالجواب. وقالوا لأنه يؤدي إلى التشويق، بخليك تشوق للجواب، لو أدوك الإجابة كده باردة ساكت قد ما تكون منتبه، تكون سرحان في المروحة، ليه لونة حمراء وليه لونة بيضاء، برنامجك برة مرة واحد. لكن لما يسألوك وتجتهد ويجاوبوا لك، ده مفضل يا جماعة في العلم.
عشان كده يروى أن ابن عباس حينما سئل كيف أخذت كل هذا العلم الغزير قال بلسان سؤول وقلب عقول. المهم برضو كان من طريق السؤال والتعليم بالسؤال. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هل يجوز أن نقول الآن الله ورسوله أعلم؟ هل يجوز أن نقول الآن الله؟ إذا زول سألك سؤال وإنت كده فهم سؤالي ده ذاته كده سأل. إذا زول سألك سؤال مجرد سؤال، هل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم أم لا يجوز؟ أيوة تفضل. ها ما يجوز ليه؟ ها لأنه قال ما يجوز لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مات، يعني يقول شنو؟ الله أعلم. دي إجابة الشيخ الفوزان، نفس إجابة أخونا ده، إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول الله ورسوله أعلم، لكن نقول الله أعلم. في إجابة ثانية؟ أيوة. أي هو إجابة صحيحة، لكن بس آخر معلومة خطأ، مش لأنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهت حياته بموته عشان كده ما نقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. طيب الشيخ، ودي نفس إجابة الشيخ العثيمين رحمه الله، قال في الأمور الدينية، لأنه ربنا سبحانه وتعالى علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمور الدين، فيجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بدين الله سبحانه وتعالى وبالكتاب والسنة، حتى في حياتي وبعد وفاتي تقول الله ورسوله أعلم كمعلومة، الله ورسوله أعلم. أما في الأمور الكونية، يعني قال شيخ العثيمين لو سئلت متى ينزل المطر، متى يجيء المطر، ما بتقول الله ورسوله أعلم، إنما تقول شنو؟ الله أعلم. قال معاذ الله ورسوله أعلم، وفيه رد العلم إلى الله عز وجل وإلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئلت عما لا تعلم. عشان كده الشيخ الفوزان نقل قصة في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل من قرية بعيدة وسأل هذا الرجل الإمام مالك عن 40 مسألة في الإسلام في الدين، فأجاب الإمام مالك، انتبهوا معي يا جماعة انتبهوا، فأجاب الإمام مالك عن 4 مسائل وسكت عن 36 مسألة كلها يقول فيها الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم، فكأنه غضب الرجل فقال أتيتك من بلد كذا وكذا يحملني قومي 40 سؤالا وتقول الله أعلم؟ فقال له الإمام مالك رحمه الله اذهب إلى قومك وقل لهم إن مالكا قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم. والليلة والله في ناس، الواحد حتى الناس اللي بينتسبوا للدعوة ذات يسألوا أي سؤال يفتيك فيه وهو لا يعلم الإجابة عن أي سؤال، لكن يسألوك أي سؤال يفتيك، بالذات بعد ما دخلت هذه الوسائل الحديثة من الواتساب والفيسبوك وغيرها، ونحن ما بنحرمها، هي بنقول حرام، لا أبدا، في ناس ربما يكون فيهم وكلامنا غلط، لكن نحرم الاستخدام الخاطئ الاستخدام المحرم، يعني فهي بحسب استخدامها، استخدمت في الحلال حلال، استخدمت في الحرام حرام. فمن أعظم الاستخدامات المحرمة ومن أعظم الكلام المحرم فيها وفي غيرها الفتوى على الله بغير علم، تلقى 2 بيتجادلوا ومرات ممكن يشاكلوا عديد، والاثنين جهلة
وربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ابن القيم إن الفتوى على الله بغير علم أكبر من الشرك بالله، أكبر وأعظم من الشرك بالله عز وجل. عشان كده عود لسانك إنك تقول الله أعلم، كما جاء في البخاري عن جابر قال إن من العلم، جابر بن عبد الله اللي قال زول أفتى فتوى خطأ، قال له أسكت يا جاهل، ده في البخاري، يا جاهل إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وفي لفظ في البخاري أيضا قال له جابر إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، وفي رواية الله أعلم، ده من الدين، من العلم ذاته، من العلم إنك تقول الله أعلم أو تقول لا أعلم، ما تفتي الناس الدين أو تجادل أخوك في واتساب ولا مباشرة في مسألة أنتم الاثنين جهل فيها، قول ما أعرف، لكي لا تتجرأ على الله سبحانه وتعالى. قال معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، وحقيقة العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله وأصل العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ده أصل العبادة، غاية الحب لله مع غاية الذل والانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى، ده أصل العبادة. شفت كيف؟ دول ده يعبد ربنا تمام، يكون عنده غاية الحب مع غاية الذل، ما يكون متكبر. وعرفنا تعريف العبادة في الدرس السابق، أن يعبدوه. لكن هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا يشرك به شيئا. عشان كده العلماء قالوا لو عبد الإنسان الله حتى تقطع هذا الإنسان إربا إربا ولم يترك الشرك فهو كافر. زول بيعبد الله لكن بيعبد آلهة باطلة أخرى مع الله، ده كافر. وإن كان يعبد الله، عشان كده ده كان كفر المشركين ذاته كده، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم عبدوا الصالحين دين، هل هم ظانين أنهم صالحين؟ ما عشان هؤلاء الصالحين، عشان ديل يقربوهم لله زلفى، يعني مكانة ودرجة وقربة، يعني يقربوهم لله. فهم في النهاية كان بيعبدوا الله لكن بيعبدوا غير الله. المشركين كانوا عارفين ربنا بالمناسبة لكن يعبدون مع الله غيره. ولذلك جاء الأثر عن عكرمة رحمه الله، وهذا الأثر أثر عجيب يوريك إن المشركين الأوائل كانوا بيعبدوا الله ومعه غيره، وكانوا يعلمون في الشدائد أنه لا ينجي إلا الله في الشدائد. قال عكرمة رحمه الله كان المشركون إذا ركبوا في السفينة وركبوا البحر أخذ كل واحد منهم صنما صغيرا. تخيل 100 مشرك ده يركبوا البحر، كل زول بيجيب له شنو؟ صنم صغير زي قدر الموبايل أو أكبر شوية يكون شايله معاه ويركبوا السفينة. قال إذا تلاعبت بهم الأمواج وخافوا الغرق ألقوا الأصنام في البحر وقالوا يا رب يا رب يا رب يا رب. ده أثر عن عكرمة خلاص. فكانوا يعلموا تماما إنه البنجي من الشدائد منه الله. الليلة الليلة دي البرع يقول في وقت الشدائد خلي الله ونادي غيره، في وقت الشدائد لاحظ إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. والقادرية بيقولوا مريدي تمسك بي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، أنا لمريدي حافظ لما حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي. حتى في الشدائد والابتلاء قال لك أنا بحميك وتناديني أنا، وده والله شرك
أغلظ من شرك المشركين الأوائل بمراحل كثيرة وعديدة. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا العبادة ادوا الحق ده رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحق العباد على الله. وأما حق العباد على الله مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه المعتزلة هو حق إنعام وتفضل من الله سبحانه وتعالى، ده مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب المعتزلة الضلال المبتدعة قالت المعتزلة إن حق العباد على الله هو حق أوجبه العباد على الله بكثرة عبادتهم، أوجبه العباد على الله بكثرة شنو؟ عبادتهم. خلاص؟ فده مذهب باطل. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففيه فائدة وفضيلة التوحيد، أن التوحيد هو السبب الأعظم، السبب الأعظم في منع العذاب للعبد. نقف إلى هذا الحد ونواصل الحديث ما تبقى من الحديث في الدرس السابق إن شاء القادم إن شاء الله تعالى.